السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان رصدها 903 حالات انتهاك في اليمن خلال 3 أشهر الماضية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش وضع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في محورين: طبيعة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان، والأطراف التي تمارس الانتهاكات، ومدى جدية المجتمع الدولي في إيقاف تلك الانتهاكات في اليمن. يحتفي العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل وضع إنساني وحقوقي كارثي يشهده اليمن. وقد أكدت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها اليوم مقتل السجين عبد الله أخضر تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، في الوقت الذي رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مئات الانتهاكات خلال 3 أشهر الماضية. وتشهد صنعاء حملة تصفيات لعناصر مؤتمرية من قبل ميليشيا الحوثي في ظل تصاعد مخيف لحالات الانتهاكات في اليمن. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تحت وطأة الحرب بات الوضع الإنساني يأخذ بعدا كارثيا يعاني منه الملايين في البلاد في ظل سلطة الميليشيا. ومع مرور 3 سنوات من الانقلاب باتت انتهاكات الميليشيا تزداد من يوم لآخر، خصوصا بعد فرض سيطرتها الكاملة مؤخرا على العاصمة صنعاء بعيد مقتل حليفها السابق علي عبد الله صالح. تداعيات الحرب في البلاد تسببت أيضا في انهيار المنظومة الصحية والخدمات العامة بشكل عام، بالإضافة إلى انهيار الأعمال وتوقف الوظائف العامة والخاصة وتعثر مصادر الدخل للمواطنين، ما تسبب في خلق أزمة إنسانية حادة. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أكدت في تقرير لها أنها رصدت 903 حالات انتهاك في اليمن خلال 3 الأشهر الماضية من العام الجاري، وتضمنت الانتهاكات استهداف المدنيين وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي والتهجير والقتل خارج نطاق القانون. وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية أكدت أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي جرائم لا تسقط بالتقادم، داعية في بيان لها المنظمات الدولية والمحلية إلى توثيق ورصد الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها لم تلقى استجابة تذكر من طرف الميليشيا التي تواصل جرائمها ليس بحق المواطنين فقط، بل وحتى أسرى الحرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ هذه الحلقة مع المحامي حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. مساء الخير أستاذ حسين. أستاذ حسين مساء الخير. لأن يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ حسين المجدلي. طبعا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا زالت هناك العديد من الانتهاكات التي تمارس في اليمن، وعلى وجه التحديد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات جسيمة يوميا، من اعتقالات، من اختطاف، من تفجير المنازل. إذا انضم إلينا حسين المجدلي المحامي. مساء الخير أستاذ حسين. مساء النور، حياك الله أخي. مرحبا بك أستاذ حسين. في البداية، كيف تقيم حقوق الإنسان في اليمن خلال هذا العام مع بالتأكيد ما تقوم بميليشيا الحوثي من انتهاكات جسيمة كل يوم؟ تحياتي لك أخي والجميع العام لانتقالنا في الجيش الذي عودتنا دائما على الاهتمام بحقوق الإنسان. وفي هذا اليوم ذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نقف ونحن نتأسف على ما صارت إليه اليمن وما صار إليه وضع حقوق الإنسان في اليمن، وما وصلنا إليه من مستوى كبير للانتهاكات. يعني كما يقال الحروب هي مستنقع الانتهاكات ومستنقع الشر ومستنقع الإجرام. اليمن منذ 3 سنوات تعاني الحرب، فرضت عليها وحرب بالحقيقة طالت البشر والشجر، ولم ينجو أحد من تبعات هذه الحرب. بالنسبة للانتهاكات، أكيد أن الانتهاكات طالت الجميع
الكثير من المواطنين في كافة المناطق. هذه الأيام نسمع كثيرا أو الكل يستمع إلى ما يحصل في العاصمة صنعاء ومن انتهاكات ومن اعتداءات على المواطنين. أيضا لمسنا جميعا ما تم من قطع الوسائل التواصل الاجتماعي وحجب وسائل التواصل الاجتماعي وقطع خطوط الانترنت، وهو من الانتهاكات التي تطال حرية التعبير والحق في التواصل. هذه الانتهاكات جميعها هي انعكاسات بالتأكيد للحرب. نؤكد مرة أخرى أننا ما نشير إلى صنعاء، نشير أيضا إلى ما يحصل في عدن أو ما يحصل في مأرب وما يحصل في منطقة أخرى، لأننا نقف على قدم المساواة من الجميع، ونحن نقدر التحقيق وطنية حد في الانتهاكات التي ترتكب كافة الأطراف. لكن ما يحصل الآن وما هو حديث الساعة الذي يجري الآن هو ما يحصل في صنعاء، ونحن نأسف له فعلا، ونتمنى من الجميع منظمات دولية وكافة الأطراف أن تضغط من أجل وقف ما يحصل في صنعاء ووقف الاعتداءات التي عرضها المواطنين هناك. نعم، أنتم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ما الذي وثقتموه خلال هذا العام أستاذ حسين؟ نعم، في أغسطس الماضي شهر 7 أطلقنا تقريرنا الثالث الذي تضمن الإشارة إلى أن اللجنة قامت برصد أكثر من 17 ألف انتهاك موزعة على أكثر من 20 نوع من أنواع الانتهاكات. أنهت التحقيق في أكثر من 10,000 وما يقارب 11,000 انتهاك. اليوم أيضا قامت اللجنة بإصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حددت فيها الحالات التي قامت اللجنة برصدها والانتهاء من التحقيق فيها خلال الثلاثة الأشهر الماضية. وأشارت اللجنة طبعا إلى أنها قامت برصد 903 حالة انتهاكات مرتكبة من جميع الأطراف. أؤكد هنا أن 903 حالات التي تناولتها بعض التقارير القنوات الأخرى على أنها موجهة للطرف واحد ليس صحيح، وإنما ارتكبت من كافة الأطراف. هذا 903 موزعة كما أشرت 160 حالة قتل و178 حالة جرح معظمهم لمدنيين. أيضا 142 حالة اعتقال، 142 حالة إخفاء جسري، و 147 حالة اعتقال تعسفي. نعم، كما وثقت اللجنة أكثر من 16 حالة زراعة ألغام، ضحايا زراعة ألغام، و 11 حالة منهم 11 امرأة أيضا. ووثقت اللجنة حوالي 314 انتهاكات أخرى متنوعة. نعم، إذا تحدثنا أستاذ حسين عن هذه الانتهاكات، يعني من هي الأطراف التي تقوم بهذه الانتهاكات؟ يعني بالتأكيد ميليشيا الحوثي، لكن إلى جانب ميليشيا الحوثي من خلال توثيقكم ورصدكم لهذه الانتهاكات خلال العام. كما ذكرت سابقا أن الحروب هي مستنقع الانتهاكات مستنقع اللجام. كل طرف يخوض حرب بالتأكيد له غلطاته وله أخطاء وله انتهاكاته وجرائمه التي يرتكبها. كل الأطراف التي تتنازع في الحرب أو الأطراف المشاركة في الحرب لديها انتهاكات تقل أو تكثر بحسب تواجد هذه الأطراف في الأرض أو بحسب يعني المناطق التي تسيطر عليها أو بحسب نهجها في التعامل مع المواطنين. لكن نؤكد أن الانتهاكات التي توثقها في اللجنة هي شاملة لكافة الأطراف، وإن كانت هذه الانتهاكات تتنوع من طرف إلى آخر. نعم، طيب ابقى معي أستاذ حسين، نشرك معنا في الحديث معالي وزير حقوق الإنسان من عدن الدكتور محمد عسكر. معالي الوزير مساء الخير. مساء النور أخي بشير، يا مرحبا. مرحبا بك معالي الوزير. ربما الجميع يتساءل، هل اقتصر دور وزارة حقوق الإنسان فقط على التنديد والإدانات ورصد الانتهاكات فقط؟ هو بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان مهامها حددها القانون إنشاء الوزارة، وهي معنية بنشر وتوعية بثقافة حقوق الإنسان ومفاهيمها، والعمل على تدريب أجهزة الدولة المختلفة للقانون
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلية المطبقة له. الأمر الآخر هو مسألة توثيق ورفض هذه الانتهاكات. وحينما كانت مؤسسات الدولة تعمل كانت معنية الوزارة في مسألة رفع مستوى أي انتهاكات من خلال أدوات الدولة ومؤسسات الدولة، ولكن كما تعلم أننا الآن بنعيش حالة حرب، وجزء كبير من المحافظات اليمنية لا زال تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا ولاية لوزارة حقوق الإنسان على هذه المؤسسات من أجل أن تستجيب في توجيهاتنا. نعم. وبالتالي الظروف الموضوعية الحالية فرضت علينا قيود ليست في أيدينا، لكننا بنعمل حاليا على باقي المهام التي كلفنا بها بحسب قرار إنشاء الوزارة. نعم. طيب مع الوزير، النجاحات التي تعتقد أنتم في وزارة حقوق الإنسان أنكم نجحتم فيها وتوضيحها للعالم وتحديد من يقوم بهذه الجرائم والانتهاكات؟ والله أعتقد أنه الكل، ليس نحن يعني ما ينبغي أن نشير إلى هذه النجاحات، إنما الكل لمس تغيرا في وجهة النظر الدولية تجاه الأوضاع في اليمن. وهذا التغيير الذي حصل هو حصل ثمرة جهود، ليست جهود وزارة حقوق الإنسان فقط، إنما أيضا جهود اللجنة الوطنية للتحقيق وجهود الأشقاء في التحالف وجهود مختلفة، وزارة الخارجية أيضا، كل ذلك أثمر تنسيقا وتكاملا في الجهود، أثمر هذا التغير في التوجه. أيضا أبشرك أخ بشير أن خصوصا منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الوضع الدولي تغير بشكل كبير جدا الآن، وأصبح المجتمع الدولي ينظر لما يحصل في صنعاء، أن هناك ميليشيات مجرمة تقوم بعملية قتل واعتقال خارج نطاق القانون بشكل كبير، وهذا التغير أعتقد يصب في صالح معركة حقوق الإنسان الكبرى في اليمن ومعركة الشرعية. نعم. هل تعتقد أن يعني من تطالهم هذه الانتهاكات يعني سيلقى أثرا وضغوطات كبيرة من قبل المجتمع الدولي على الميليشيا في الإفراج عن المختطفين، في محاسبة من قام بانتهاكات تفجير منازل أو قتل أو ما شابه ذلك، في خاصة في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا؟ طبعا هذه من صلب مهامنا الأساسية، هو فضح هذه الانتهاكات التي والجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تحصل، والقتل خارج نطاق القانون هو أحد جرائم الحرب التي تحصل الآن في صنعاء وفي بعض المناطق المختلفة، استمرارا للانتهاكات الجسيمة التي بدأت منذ 21 سبتمبر 2014 منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية ممثلة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وبالتالي أعتقد أن هناك كما أسلف توجه دولي جديد، وهناك تغير في وجهة نظر الدولية، كل ذلك سيضاعف حجم الضغوط التي تمارس على هذه الميليشيات. للأسف كما تعلم قبل حوالي سنة أو سنة ونصف كان هناك مزاجا دوليا خاطئا، الصورة كانت مقلوبة، الجلاد أصبح ضحية والضحية أصبح جلادا. الوضع الآن الحمد لله في تغير كبير، ووضحت للناس بشاعة وحجم كارثة ميليشيات الحوثي على حقوق الإنسان. نعم. في اليمن، وهو ما سيؤدي إن شاء الله إلى مزيد من التضييق عليها ومحاصرة تحركاتها الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة. نعم. دكتور محمد، لا شك أن الجهود التي تقومون بها هي جهود يعني محل تقدير، لكن ربما لم نلمس يعني أن يعني هذه الجهود التي تقوم بها دوليا ومحليا لم تر النور لهؤلاء الذي تطالهم الانتهاكات. يعني هناك من هم في السجون لأكثر من يعني عامين ونصف، ربما البعض له 3 أعوام. أيضا الميليشيا كل يوم وهي تتعمد الإيغال في الانتهاكات. الآن كما تعلم هناك حملات اختطافات، اعتقالات، تصفية لعناصر المؤتمر الشعبي العام اللي كانوا شريكهم في الانقلاب. خلينا
أنا يعني أرد على تساؤلك بنقطتين. النقطة الأولى، نحن أولا نتعامل عن مؤسسات لا غير دستورية، لا تحترم لا نظام ولا قانون، لا تحترم القانون الدولي الإنساني ولا قانون حقوق الإنسان. ميليشيات مثلها مثل القاعدة ومثلها مثل داعش لا يمكن أن تسائلها ولا يمكن أن تطالبها أي عقوبات تجد المجتمع الدولي يعني يستصعب أي ضغوط، لأن ميليشيات خارج سياق الدولة تماما. نعم. النقطة الأخرى يعني دعني أختلف قليلا معك. ما نلاحظ أن المؤشرات أن التحرك الدولي يثمر أحيانا في هذه الميليشيات. مثلا حينما أطلقنا حملة لإيقاف حكم الإعدام على الصحفي الجبيحي من جنيف ثم في القاهرة ثم في اليمن بشكل عام، وما رافقها من زخم إعلامي شاركت في كل الجهود الإعلامية المختلفة، أعتقد أثمر ذلك وأوقفوا حكم الإعدام الموضوع الجبيحي. الأمر الآخر، نتحدث عن حجم الاعتقالات التي جاءت في الأسابيع الأخيرة من خلال تحرك الإعلامي والدولي الكثيف. وجدنا بيانات تنديد، وجدنا أن المبعوث الدولي يعني يصرح أكثر من 3 مرات حول هذا الموضوع، منظمات دولية كبيرة تتحدث عن هذه الانتهاكات، وبالتالي لمسنا بطئا أو تغيرا طفيفا في حجم هذه الانتهاكات، إلا أنها لا زالت كبيرة بكل المقاييس. نعم. أيضا بالنسبة للمعتقلين، نحن أيضا في نقطة للأسف لم تغطى كثيرا إعلاميا، تم يعني إرسال مدفوعات مالية لكل المعتقلين التي وصلت إلينا الشهر الماضي، وهذا الشهر إن شاء الله سيتم الإجراءات على وشك الانتهاء لإرسالها، وبالتالي هي جزء من المساعدة المالية لإعانة أسر المعتقلين على تحمل مشاق الاعتقال وما يترتب عليه على الأسرة اليمنية بشكل عام. سمعنا بأن هذه يعني مرتبات من هم معتقلون في سجون الميليشيا، أم هي أيضا مكرمات حتى الذين ليسوا منتمين للجهاز الوظيفي للدولة؟ لا، لكل المعتقلين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. نعم، حتى في المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين. هي بالأساس لهذه المناطق. نعم. طيب معالي الوزير، سؤال أيضا فقط أخير. أيضا هناك يعني ربما يعني يصعب عليكم يعني تقديم أي شيء أو الإفراج عن المعتقلين أو متابعة ما يعانون منه بصورة دقيقة، وأيضا الانتهاكات التي تطال الناس في المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، لكن ماذا عن المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وباتت الآن محررة؟ هناك الانتهاكات لا زالت يعني قائمة، الكثير من أهالي وأسر المختطفين والمعتقلين يعني ربما بصورة دائمة وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أهاليهم. إلى أين وصلتم بهذا الملف في المحافظات المحررة؟ طبعا كانت الإشكالية في المحافظات المحررة أنه بسبب الميليشيات الانقلابية تم تدمير كثير من الجهاز القضائي والنيابة، وبسبب الوضع الأمني السيء في المرحلة السابقة عزف كثير من منتسبي الجهاز القضائي عن مباشرة مهامهم، وبالتالي تكدست كثير من السجون والقضايا دون أن يتم البت فيها. نعم. لكن الآن تم تحركت عجلة القضاء والنيابة وهي باشرت أعمالها وأطلقت الكثير من المعتقلين، كما أن الحكومة شكلت لجنة بقرار من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. هذه اللجنة برئاسة وزير العدل معنية بشكل أساسي لبحث ملف المدفونين بشكل عام في المناطق المحررة، وهناك أعتقد بوادر إيجابية أثمرت عن جهود هذه اللجنة في الجلوس مع كافة الأطراف في المناطق المحررة. إذن تحرك العامل المهم والحاسم هو تفعيل الجهاز القضائي والنيابة العامة يحد كثيرا من أي انتهاكات في السجون في المناطق المحررة. هذا لا يمنع أيضا معالي الوزير أن تكون أنتم في الوزارات تتابعون وتراقبون ما يحدث لهؤلاء حتى يتم يعني القضاء والفصل في يعني في قضاياهم ولا يتعرضوا للانتهاكات والتعذيب يعني من قبل يعني من ينتمون للأسف للشرعية. أشكرك جزيلا.
لجنة، نحن جزء عفوا، نحن نعم. جزء من اللجنة الحكومية المشكلة، وبالتالي نحن معنيين بدرجة رئيسية في هذا الأمر بشكل عام، وإن شاء الله تتحسن الأمور إن شاء الله. لكن لا يمكن المقارنة ما بين المناطق المحررة والمناطق بالتأكيد بالتأكيد نعم. هناك جرائم كبرى يعني تحصل نعم. وإن شاء الله تخف على مستوى اليمن كله قريبا بإذن الله. شكرا جزيلا لك معالي وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، كنت معنا من عدن. ونشرك معنا في الحديث أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. مرحبا بك أم أحمد. حياكم الله. أم أحمد، أعلنتم اليوم بأنه يعني وفاة أحد السجناء داخل سجون ميليشيا الحوثي. ضعينا بالصورة يعني لآخر الانتهاكات التي تطال المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. آخر الانتهاكات هنا اختطافات كثيرة بالعشرات بالمئات، ازدحام السجون، عدم معرفة أين وجود هؤلاء المساجين وأين ذهبوا بهم، إضافة إلى انقطاع أخبار المختطفين السابقين يعني منذ أن بدأت هذه الأحداث الأخيرة، وأهالي المختطفين الذين يقبعون في السجون من أكثر من سنتين ونصف فلا يعرفون عنهم شيء. نعم. وانقطعت الزيارات، انقطع التواصل، فقدوا الأمل بخروجهم بعمل المنظمات، وخصوصا عندما علمت المنظمات أنها ستغادر من صنعاء، وهذا مشاركة يعني وكأنه مشاركة لتغطية جرائم الحوثيين. نعم. طيب أم أحمد، الآن الكثير يقول بأن هناك يعني انتهاكات كبيرة، اختطافات، اعتقالات، تصفية تمارسها ميليشيا الحوثي على عناصر المؤتمر الشعبي العام، أيضا بالتأكيد يضاف لرصيدها من الانتهاكات التي تطال من ذكرتهم من المختطفين والمعتقلين الذين مر على اعتقالهم أكثر من عامين ونصف. ضعينا بصورة هذه بتفاصيل ما يحدث الآن في صنعاء من ملاحقة واختطاف واعتقال. يعني في صنعاء يتم اختطاف كل من ينتمي إلى حزب المؤتمر أو كان يؤيده، كل من وقف مع جماعة الحوثي وشاركها في الظلم الآن هو بنفسه ضحية، وخصوصا لأنهم يمتلكون السلاح، يمتلكون القوة، يمتلكون كل شيء، يعني لا يعترفون بقانون ولا يعترفون بقضاء ولا يعترفون أن يعني أن هناك منظمات ستحاسبهم وستلاحقهم. نعم أم أحمد، الكثير يعني لأن دور المنظمات ضعيف جدا. نعم. ومع الأسف عندما سمعت معالي الوزير يتكلم، نعم يعني بصراحة الكلام الذي قاله عن المختطفين وعن الاعتقالات وعن دور الدولة، دورهم كدولة وكمسؤولين وكوزارة، كنا نتمنى أن لا يتكلم عن الحملات. هذه الحملات لا يقوم بها وزير نعم. حقوق الإنسان والمنظمات عليها أن توصل الملفات إلى مجلس الأمن، وليس الحملات، هذه الحملات للإعلاميين وليس نعم. لدولة. نعم. طيب أستاذ يعني أم أحمد، الآن معالي الوزير تحدث بأن هناك إكرامية تصل لكل من هم مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء، هل يعني فعلا تم صرف مبالغ مالية لأهالي المعتقلين والمختطفين؟ نعم هناك مبالغ تصرف لهم، بدأت منذ شهر أظن، رواتب للمختطفين لبعض المختطفين الذين يعني تم رفضهم. نعم. والآن هناك يعني مختطفين بالمئات. نعم. طيب أم أحمد، سؤال أخير فقط الآن، يعني ما الذي لمستمونه تغير بشكل كبير يعني ما قبل مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح والآن؟ الذي لمسناه هو زيادة في الظلم وفرض قوة وسلطة على الجميع. كانوا متقاسمين وكل يعني يحمل الآخر المسؤولية. نعم. يعني بعض أهالي المختطفين كانوا عندما يحاولوا أن يتواصلوا مع قيادات من الحوثيين أو مسؤولين يقولون لهم هذه الملفات ليست بيدنا، هي بيد صالح. أيه. وكان وبها نفس الكلام مع حزب المؤتمر. نعم. لا
لكن الآن أصبح الوضع خلاص، يعني الميليشيا هي كل شيء وتنكر كل شيء وتمارس كل الانتهاكات والاعتقالات. شكرا جزيلا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. وعودة أخيرة للمحامي حسين المجدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أستاذ حسين تأخرنا عليك قليلا. الآن اللجنة يعني ربما حصاد عام، هل ما وثقتموه ورصدتموه باعتقادك إذا ما رفع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ستلمسون تغيرا، ستشهد اليمن يعني قرارات صارمة ضد الميليشيا التي تمارس هذه الانتهاكات، وأيضا أي طرف آخر قام بانتهاكات ضد المدنيين؟ حياك الله أخي. أولا للتوضيح، هو ليس حصاد عام، تقريرنا الأخير عن فترة أشهر رفعناه كما أشرت في أغسطس شهر 7. نعم. قدم في دورة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في سبتمبر في جنيف. نعم. والذي كما ذكرنا أشار إلى عدد الانتهاكات، إجمالي عدد الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها والتحقيق فيها. نعم. حاليا ما صدر اليوم عن اللجنة هو بيان عن 3 أشهر الماضية. نعم. اللجنة بصدد إن شاء الله إصدار بيان أو إصدار تقرير آخر لنتائج أعمالها من شهر 7 إلى شهر يناير في 2018. وستسلمها بإذن الله إلى مجلس حقوق الإنسان في دورة التي استعقدت في مارس في جنيف أيضا. نعم. هل توثقون أيضا؟ نعم أستاذ حسين، فقط سؤال مهم جدا قبل أن نختم الحلقة، هل توثقون الآن الانتهاكات والاختطافات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وأيضا المحافظات الخاضعة لسيطرتهم؟ نعم. أولا حتى لا يعني حتى نخلص من إجابة السؤال الأول. نعم. نعم. ما تقدمه اللجنة أو تلسفة اللجنة أو كيان اللجنة هو لجنة وطنية، وما متعول عليه اللجنة في مسألة إنصاف الضحايا وجبر الضرر هو يفترض أو اللجنة تعول أن يتم ذلك من قبل القضاء الوطني. نعم. وأن يتم ذلك من قبل المؤسسات الوطنية، ولهذا اللجنة ذكرت في تقريرها السابق والآن تعد أنها بصدد تسليم القضاء اليمني مثلا بالنائب العام بحوالي 3000 ملف، 3000 انتهاك تم ضد يمنيين من نعم مختلف التوجهات ومن مختلف الأطراف. نعم. وكلنا نعلم أن آليات الإنصاف وآليات العدالة التي يفترض أن تنصف الضحايا أو توصل الضحايا حقهم أو تضمن مساءلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من العقاب هي مصفوفة كاملة من الإجراءات. نعم. تستعمل أو أحدها هي آليات التحقيق، بعض أو دور، هناك دور مهم أيضا لمنظمات المجتمع المدني، لكن في الأساس يجب أن يكون الإنصاف مرتكز على وجود قضاء وطني مستقل ووجود نعم. دولة أيضا. نعم. ربما وضحت هذه النقطة. نعم أستاذ حسين على كافة نعم كافة وضحت هذه النقطة، ولكن فقط أريد أسمع منك إجابة في أقل من دقيقة فيما يخص توثيقكم الآن للانتهاكات التي تمارس ضد عناصر حزب المؤتمر في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. نعم نعم، نحن كما ذكرنا في تقاريرنا أننا متواجدين في كافة مناطق الجمهورية بما في ذلك صعدة وكافة مناطق. هذه الأيام فريقنا وطاقم اللجنة الموجود في صنعاء يقوم برصد الانتهاكات التي تتم ضد أعضاء المؤتمر، ومن بناتكم أيضا نطلق هذا النداء الذي ذكرنا أيضا في بياننا الصادر اليوم، أن موقع اللجنة على الانترنت، صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، راصدين المنتشرين افتحوا أذرعتهم ومستعدين للتعاون لرصد وتوثيق كل انتهاك في طرف وكل. نعم. شكرا. شكرا جزيلا لك نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المحامي حسين المجدري، والشكر أيضا لمعالي وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، وكذلك لأم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.